من المعروف عن الحكومة الصينية أنها تمارس رقابة مشددة على السكان بأعلى مستوى ممكن، فهي تتحكم بالإنترنت وتراقب الاتصالات والرسائل النصية والفورية وألعاب الفيديو ومنصات المشاهدة وغيرها، كل هذا إلى جانب رقابة صارمة بكاميرات المراقبة المنتشرة في كل مكان والآخذة بالتوسع أكثر فأكثر. تراقب الصغير والكبير ضمن خطط صينية لتطبيق نظام نقاط يحدد المواطنين الصالحين والمواطنين السيئين ويمنح الامتيازات على هذا الأساس. ولذلك لجأ طلاب صينيون في جامعة ووهان إلى تطوير عباءة إخفاء بسعر منخفض لا يتجاوز 100 دولار للعباءة الواحدة، تخفي مرتديها عن كاميرات المراقبة بشكل كامل سواء في الليل أو في النهار في الأماكن المظلمة أو غيرها. أثبتت العباءة الصينية الجديدة كفاءة عالية جدا في إخفاء الأشخاص عن كاميرات المراقبة. ورغم أن هذه العباءة تكون مرئية للناس عندما ترتديها، إلا أنها مغطاة بنمط يتسبب في تعمية الكاميرات في النهار وترسل إشارات حرارية بمستويات عالية في الليل لتعطيل وضع الرؤية الليلية، ويمكن للكاميرات أن تلتقطك ولكن بدون أي تفاصيل عن وجهك أو طبيعتك، بل تكون كأنها ممسوحة، ما يجعل من المستحيل تحديد هويتك. وقد حصل الاختراع على عدد من الجوائز حتى الآن، من بينها جائزة مسابقة العمل الإبداعي والتي تعتبر من أهم الجوائز في الصين وترعاها شركة هواوي، كما أن الخوارزمية المتطورة التي يعتمد عليها الاختراع والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تفيد بشكل كبير في تحقيق ثورة علمية في مجال الذكاء الاصطناعي وفهم أفضل له. ويقول البروفيسور المشرف على عملية الاختراع إن الحكومة قد تستفيد من هذا الاختراع في الأزياء العسكرية، خصوصا للعملاء السريين أو جنود القوات الخاصة، إذ يمكن أن يخفيهم عن طائرات الاستطلاع والطائرات بدون طيار أو تلك التي يتحكم بها الذكاء الاصطناعي. ولا يبدو أن المخترعين يسعون لتخريب نظام المراقبة الشامل للدولة الصينية، بل يريدون تقويته وتعزيزه من خلال وضع حلول للثغرات التي تمكن الناس من تفادي الكاميرات، وتتضمن خطط الفريق العلمي مستقبلاً محاولة جعل أشياء أخرى مخفية عن الكاميرات مثل السيارات وغيرها، كما أنهم يبحثون أيضاً عن طرق للتحايل على أنواع أخرى من الكاميرات مثل تلك التي تستخدم استشعار الهواء عن بعد وكاميرات الأقمار الصناعية. وربما تقول بأن المراقبة مهمة لمنع الجرائم، لكن ليس شعوراً جيداً أن تكون مراقباً على الدوام، لأنك ستشعر بانتهاك الخصوصية، كما أن المراقبة الشاملة تعني سطوة أكبر من الحكومة الصينية على شعبها وتضييقاً لحريات التعبير في البلاد. ويوجد في الصين وحدها 200 مليون وحدة مراقبة، وهو ما يعني 4 أضعاف عدد الكاميرات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.